مرة أخرى برهن نادي الصفاقسي جمعية كبيرة وعمرها 90 سنة. شيء أسف وقت نسمع حكاية أنه مش قاعد تلعب بنتيجة مقابلة. اليوم الحمد لله نادي الصفاقسي مرة أخرى ضد فريق يلعب من أجل النزول. احنا نلعب كورتنا نلعب باسم جمعية اسمها نادي الصفاقسي، ما يهمنيش في العباد الآخرين. مرة أخرى نحقق انتصار زاد عن جدارة بنتيجة عريضة. دونك الحمد لله اللي رجعت الاخرين خدموا النادي هذا الصفاقسي، رجعنا ان بوان من دوزيام بلاس. الاوبجيكتيف نتاعنا ما علينا، كان مازالوا لنا زوز ماتشات نخدموا على روحنا نجيبوا انتصار من بالزرد، وان شاء الله قدره ربي ختامه يكون مسك امام النادي الافريقي لهنا، ونكونوا ان شاء الله انهينا الموسم في المرتبه الثانيه بقدره ربي. بريم تحت الدوش اليوم الملعب بالفعل بريم تحت الدوش، تعرف انت موتيفاسيون قلت لك، خاطر الجمعه تعدت صعيبه برشا، كلام برشا، معناتها حاسين انه الملاعبية واللي معناتها مازوزين في الثقة تاعهم بعد الكلام اللي صار على المقابلة هذه. لكن كما قلت لك نادي الصفاقسي عائلة كبيرة والحمد لله برهنوا مرة أخرى اللي نادي الصفاقسي يلعب بالاسم، الملاعبية تلعب بالاسم الجمعية، ما تلعبش وما تتلهاش في الحكايات اللي خارجة عن نادي الصفاقسي.